هاي اليوم حجاوبكم على كم سؤال عن البيض دايما العالم بيسالوني اياها وانا كنت اتسالها شخصيا قبل ما اعمل ريسيرش ولاقي الاجوبه. اولا، هل في فرق ما بين البيض الابيض والبني بالقيمه الغذائيه تبعيتهم؟ ابدا ما في فرق، ممكن تتناولوا الابيض او البني، في عالم بحبوا الابيض في عالم بحبوا البني، بس كقيمه غذائيه ما في فرق بيناتهم ابدا. السؤال الثاني، شو هن هالقصص اللي بيكونوا مكتوبين على علب البيض؟ اول شغله عم نشوف هي مكتوبه هالايام هي اورجانيك او عضوي. طبعا البيضه اللي بتكون عضويه بتكون تجي من دجاجه عضويه، اذا كانت الدجاجه عضويه معناتها ممنوع استعمال على هيدي الدجاج الهرمونات او الانتي بايوتكس اللي العديد من الفارمز بيستعملون بسبب وبلا سبب. وطبعا زياده الهرمونات والانتي بايوتكس اللي موجودين عم بيكونوا باللحوم وبالدجاج وغيرها طبعا عم بيكون لها تاثير كثير كبير على الصحه وعلى المناعه، فلهذا السبب كثير افضل انه نحن نتجه للاشياء العضويه لحتى نخفف من تعرضنا للهرمونات والانتي بايوتكس. وكمان حتى العلف تبع هيدي الدجاجه عم بيكون خالي من البستسايد او المبيدات او الكيميكلز اللي عاده بتكون موجوده بالطعام اللي بينعطى للدجاج. فبهيدي الطريقه نحن بنكون عم نضمن انه الدجاج اللي نحن عم نتناولها والبيضه اللي عم نتناولها هي خاليه من هرمونات والانتي بايوتكس والبستسايد اللي هي اكيد افضل لصحتنا. تاني شغلة عم نشوفها هي free range. free range معناتها انه هيدي البيضة اجت من دجاجة مسموح انها هي تتحرك ومنا قاعدة بأقفاص الدجاج مثل ما انتو بتعرفوا بحطوهن 10 مع بعض عادة. free range eggs مفروض انه يكونوا عم بيتناولوا الجراس اللي موجود عادة، حتى بيتناولوا الحشرات، وكل هيدا بيأثر عادة على لون البيض. وحتى في دراسات عم تفرجي انه بيكون في فيتامينات ومعادن اكتر عند البيض اللي بيكون grass fed او pasture fed وعم يقدر ياكل الاكل الطبيعي اللي الدجاج مفروض انه ياكله. المشكله بالموضوع انه اذا نحن شفنا انه بيض مكتوب عليه free range فكتير صعب انه نحن نتاكد انه فعلا هو كان free range ولا لا، بينما اذا شفتوا علامه organic فهو مضمون انه كان organic. شيء تاني ايضا بنشوفه بكون مكتوب هو انه rich in omega 3. بهيدي الحاله اذا شفنا انه rich in omega 3 بكون على علف الدجاج ضايفين flax seeds او نوع تاني من الاوميجا 3 لحتى تتغذى الدجاج من الاوميجا 3 وتجيب بيضه اعلى بالاوميجا 3، وفعلا البيضه بتكون اعلى من الاوميجا 3 which is good لانه اكثر الاشخاص ما بيتناولوا الكميه الكافيه من الاوميجا 3. فانا كمينا شخصيا بفضل دايما الاورجانيك ايجز، اذا مكتوب free range بجيب free range، وحتى اذا كان مكتوب انه fortified with omega 3 I definitely go for it. السؤال الثاني، هل فعلا اذا نحن حطينا بيضه قديمه او بيضه جديده بالمي فواحده منهم بتفلوت والثانيه it sinks to the bottom؟ هيدي البيضه it was produced ب 3/6/2020. مثل ما شايفين it floated، هيدي البيضة معمولة ب3/7/2020 it sunk. و actually الفرق بيناتهم وسبب انه هيدا الاكسبيرمنت actually بيثبت انه هو مع الوقت بيتغيروا الاير بابلز اللي موجودين بالبيضة كل ما تقدم البيضة، ولهيدا السبب the newer eggs والfresher eggs عادة they sink to the bottom. سؤال تاني، هل فعلا المفروض انه انا احط البيض على باب البراد ولا لازم احطه جوا؟ بالحقيقة لازم ينحط جوات البراد، لانه اذا حطيناه على باب البراد فكل ما فتحنا البراد وسكرناه فهو عم بتنخفض درجة الحرارة اللي عم بتعرض لها هذا البيض وبصير عرضه اكتر انه يخف الفريشنس تبعيته انه يخرب اسرع. نصيحة تانية، اذا حابين تقشروا البيض فاسهل طريقة انكم تقشروا البيض هو تحت مي باردة من الجهة الناصحة مش من الجهة الرفيعة. شغلتين كتير اشخاص ما بيعرفوا عن البيض انه اذا بدكم تستعملوا البيضة بالبيكينج تبعكم فافضل طلعوها من البراد وتخلوا البيضة تصير على درجة حرارة الأوضة مش درجة حرارة البراد لحتى تاخدوا الافكت اللي مفروض انتو تاخدوه من البيضة بالبيكينج. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، اذا حبيتوا هيك تيبس سريعة عن الاكل قولوا لي شو حابين تعرفوا انا اكيد حاعملكم فيديو. هلا بالحقيقة عبالي اجرب اذا حيطلع فرق باللون ما بين البيض القديم والبيض الجديد.